ما فهمت، عيدي شو قلتي؟ قلت الدب الجوان ما بيرقص. انت مين قالك هذا الحكي يا هويان؟ سنبولة. سنبول آغا، اوعك يسمعك عم تقولي سنبولة. الدب الجوعان ما بيعرف يرقص يا سلطانة. انت عم تضحك علي، انا ماني سلطانة. مو صحيح، انت سلطانة قلبي وروحي. معنى حكيك توجتني سلطانة؟ مو لهالدرجة، لسه بكير. دوقي لي هي ولا تروحي بفكرك لبعيد. شو هالجمال، شو هالوش، شو هالحلاوة. ريحة شعرك تملكتني وحرمتني من النوم، والهان أنا من نظرة هالعيون، والهان وعليل وقلبي مرهون. حلو كتير. شو هاد؟ غزل، أو بيسموه شعر، شعر غزل. لمين هالغزل؟ ما بعرف لمين، مو مهم يكون لمين. خليك معي، لا تتركني. بترجاك لا تروح، عود كمان شوي. ما بقدر، شغل الدولة ما بيستنى. بيستنى، خليك معي. مو أنت السلطان وبتأمر؟ وأنت طفلة. مصطفى كمان بيتمسك فيني وبيقول لي لا تروح، بس أنت طفلة دلوعة. برجع لك المساء. لسه في وقت كتير طويل للمساء. حلاوة الحب بالانتظار. صار لك شي يا ولد؟ أنا مو ولد، أنا مصطفى ابن السلطان سليمان. بعدي عن طريق، بدي روح شوف بابا السلطان. مستحيل، ممنوع تروح لحالك. شفتي ما فيني إلا شي للسلطان الأم، ما عم أقدر أشرح له مشكلتي. شلون بيساوي هي؟ بيرفع من مكانته للجارية الروسية بكلمة واحدة. هيام قال الله ياخدها. هيام هو اسمي؟ ايه هيام، أبوك السلطان سماني هالاسم. بابا إلي؟ من وين أنت بتعرفي؟ بعرفه منيح. يلا تعا. مصطفى تعال هون، أنت شو اللي عم تساوي؟ تركها لهالمرة، أنت شو بدك منه؟ كان رح يوقع على الأرض وأنا ساعدته. من وين جبتي الخاتم؟ هذا الخاتم لإلي. أعطيني إياه، هاتي. السلطان هداني يا سراقة. ما بعطيك إياه. رجعيني أحسن لك. مولاتي تركي إياه خلص. مولاتي. أعمل لك رجعيني إياه. خلص مولاتي. يا سراقة. إذا بتريدي. سرقت كل خلص إذا سمحتي مولاتي. سرقت كل شيء. ساعدوني. روحوا بسرعة خبروا الحكيمة. خبروا الحكيمة. يلا مولاتي احملوا معي. هيام، هيام تعالي تعالي. لك شو الموضوع؟ القصر كله فوضى. انتي شو عملتي؟ انا ما عملت شي. شو رأيك بهالهدية؟ السلطان سليمان عطانية. بقول له لا. زمرد؟ هذا الخاتم اللي كان عم يعمله السلطان. الماس وزمرد، يا الله شو حلو. خليني ألبسه بس شوي. مستحيل، وحتى ما تفكري. ليكي عم بوزعوا عصير اليوم، تعالي ننزل. ماشي.
ويان إن شاء الله صحة وعافية. فيكي تشربيهم، عن جد طيبين كتير. صحتين، هذا عشرف ابن السلطان مصطفى، ما هيك؟ مو مصطفى، مرته للسلطان ناهي الدوران حامل. شو رأيك بهالخبر؟ إن شاء الله بتموت. هيام حرام عليك، أنت لا تتدخلي. تفضلي اشربي لأنك باينة مولعة، ما هيك؟ اشربي، نارك صارت عم تطلع من مدخنة القصر. مجنونة، والله لموتك بيدي. هو يا عم شو عملتي هلأ؟ بيجوا بيعاقبوكي. العقوبة لهي الوقحة. لا هو يا عم اهدي شوي، هلأ بتجي فريال وبتعاقبك. هو يا عم روسك علمتيهم يتخانقوا مع بعض ويقللوا أدب؟ فاجأت لما شفتهم هيك وما قدرت هديهم. سنبل كمان ما عم يجي لهون أبدا وما حد عم يهتم فيهم أصلا. هي مسؤوليتك أنت يا فريال، والحق عليكي كمان. يلا على غرفكم أنت وياها. يا بنات تعالوا بسرعة، عم بيوزعوا ذهب. هيام أنت أفضل الجواري وهالشي ما بيليق فيكي، ومو لمصلحتك إذا سمعوا هالشي. وهلأ أحسن شي إنك تسكري تمك. شو هيام؟ عم جهزي حالك؟ السلطان عم يستناني. هو مو فاضي لك، وخاصة هي الليلة بالذات. هس عايشة، هس. شو لوين؟ ما فيك تفوتي لهون بدون إذن، رجعي لشوف. السلطان ناطرني. وقت اللي بقلك رجعي معناتها بدك ترجعي، ووقت اللي بقلك تعي بتجي. فهمي الحكي ونفذي الأوامر، وهلا يلا روحي. لا مو عكيفك، السلطان سليمان عم بيستناني. هيام تعالي، إذا مسؤول الجناح الملكي بيقلك لا فلازم تسمعي الكلمة. لا ما بدي. ست فريال خدي هالمجنونة من وشي فورا. هيام تعالي معي. جلالة السلطان مع عائلته، انقلعي من هون يلا. ليكي اوعك انتبهي منيح على اللي صار، انتي الجارية المفضلة، تصرفي على هذا الأساس رح يحاولوا يجروكي لتتخانقي معهم وبيتمنوا يخلوكي تغلطي، بعدي عنهم أحسن لك. وهذا الجنان تبعك ما بيفيدك، ليش لتخانقي الرايح والجاية؟ معقولة تتقاتلي مع إبراهيم؟ شوفي هو ما بيشبه البقية، اوعك تعلقي معه، والأفضل إنك تكسبيه شو ما كان الثمن. ما تحطي راسك براس السلطانة ولا تتورطي معه. المرة اللي بتجيب صبي هي اللي بتربح المعركة، هي القاعدة، فلا تحاولي تحاربي نظام صار له 1000 سنة. قصدك تكون غبية وضعيفة. ايه شو يعني رح تموتي إذا لعبتي هالدور؟ بيجوز موت. اسمعيني منيح، هلأ بتروحي على غرفتك بهدوء، وإذا حاولوا يسمعوك أي شي لا تردي على أي حدا منهم، بكرة حيكون أحسن.
يلا حزام، ما رح اتقاسم معهم، رح خبي مشكلتي ببير عميق او كبه بالبحر وخليه ياخذها الموج. بدي رد بضحكتي على كل شي بيحرق لي قلبي. ما رح تنزل دموعي الا من شان عيلتي. انا الكساندرا روسا رح اخلق من هالبنت الجاريه خانم، وبدي واجه القدر. انا السلطانه هيام. صباح الخير يا بنات. كأنه القط أكل لسانكم. هيام تعالي. لا تزعلي، كلي وعبي بطنك ولا يهمك. يعني بشوية ذهب باعوني دغري؟ ألكساندرا، يا ترى مين أستاذ هالجارية هاي؟ خليه يعطيها شوية دروس بالاحترام والأدب. شو قررتي تصيري عالمة؟ مو ملاحظة إنه الدرس انتهى؟ لازم أتعلم كتير حتى يكون عندي شغلات أحكيها للسلطان، وكمان تعجبه. هو الوحيد يلي بيسمع كل شي بقوله. كل البنات بيكرهوني. طبعاً رح يكرهوكي، لأنه علاقتك معهم كتير سيئة، على طول بتخانقيهم. ما بيصير هيك هيام، إذا عرفت أم السلطان رح تقلعك، تبعتك لعند شي رجال ختيار ومهرهر برات القصر. بدي تساعديني. بس أنا بجوز ما أقدر ساعدك. سنبول هو يلي بيقدر يساعدك، عنده أسرار الحرم لك. لازم تكسبيه لصفك عن طريق الهدايا والبخشيش. بخشيش؟ بخشيش. بخشيش. سواء
زنبولة قصدي سمبول موجود هون؟ لا خير، بساعدك بشي؟ لو سمحت يا ريت تنادي ليا. طيب انتظري عندك. ما بدي هذا اللي وراك يسمعنا. هاتي لشوف. بدي اياك توقف جنبي وانا بوعدك تقلك بالذهب. عيدي الحكي، ما فهمت عليكي. بس اسمع شو عم بقول وفهمني، شو بيعطيني السلطان لإلي بعطيك يا حاجة. تلفي وتدوري، شو قصدك بهالحكي هيام؟ خبريني شو وجعك بالضبط. انا ما عم اشكي من شي، انا منيحة. مو قصدي شو عم يجعك، قصدي شو غايتك. يلا خبريني، شو اللي مخبيتي بهالراس هاد؟ السلطان سليمان بدي اياه لإلي ويعملني سلطانة. بس صير سلطانة رح ساويك أمير. مستحيل، مو ممكن وصعب. مو صعب، كله بصير سنبولة. الله يصبرني عليك يا بنت، انت مو عارفة حتى تلفظي اسمي. كيف بدك تصيري سلطانة؟ ما بعرف. سنبول آغا، سنبول آغا، سنبول آغا، مزبوط هيك؟ هاي البخشيش، بخشيش. أيوة 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 أيوة. وإمتى لحقتي تتعلمي تعطي بخشيش؟ بس البخشيش لحاله ما بيكفي، البخشيش ما بيحل القصة. أنا في عندي شرط حتى ساعدك. شو الشرط؟ ما بتعصي أي كلمة بقولها، يعني لازم تنفذي اللي بقولك يا. فهمتي علي؟ أي فهمت. أهم شي بالموضوع تأسلمي وحالا، لأنه إذا ما أسلمتي مستحيل تصيري سلطانة. صوتك علينا سراعين، مين اللي اخدته؟ انتي سرقتي. لا تتبليني، فهمتي؟ رجعي عني، حاجة جنان، تركيني. قومي، ليش صواتكم طالعة؟ ليش عم تعيطوا؟ سرعولي الخاتم، هدول الحرامية. هذا الكلام مانو صحيح ابدا، هاي وحدة مجنونة. بسرعة انتي وياها اطلعوا من هون بسرعة. خليكم بالحمام، انا بدي الخاتم، دوروا عليه، ما في طلعة غير اللي تلاقوا لي اياه. الكل يسكت ويسمعنا. اليوم لما كنتوا بالحمام اختفى خاتم سمين. إذا في شي وحدة بيناتكن لقيته تجي فورا وتعطيني اياه. ولمين بيكون؟ هو يامر رفيقتكن صاحبته، أخذته هدية من السلطان سليمان. هيك حادثة رح تسمم جو الحرم لك إذا ما نعرف السارق، مشان هيك بتمنى أنه ينلقط بسرعة. هلأ رح أطلب من المساعدين تفتيشكن، رح نفتش حتى بخرم الإبرة. وضحت الفكرة؟ يلا أبدو بتفتيش الجناح، وخلي تنتين منكن يفتشوا البنات بدقة. يلا باشروا. لقيتوا شي؟ فتشنا كل الحرم لك وما لقينا ولا شي ابدا. اسمعوني منيح، قبل ما تتسببوا لحالكم بالبهدله بدي من اللي اخذته تحطه بالباحه، تحطه بالليل وتحل هالمشكله. فكروا منيح بهالاقتراح، فكروا منيح.
وإلا رح يكون في عقوبة كبيرة وتوقعوا بورطة صعبة. هويا، عرفت مين سوا هيك؟ ما في غير وحدة. عرفتي مين؟ ناهي الدوران. الكل ينصف، بلشوا تفتيش. لمين هالفرشة؟ شو عم يعمل هالخاتم بفرشتك؟ والله العظيم أنا ما سرقته، أنا ما دخلني، والله العظيم ما دخلني، هذا افتراء أو كذب، ما دخلني، ما دخلني، اتركوني، ما دخلني، أنا ما دخلني، ما أنا اللي سرقته. خاتم الزمرد رجع. خليه عطول بإصبعك ولا تشيليه أبداً. البنت مظلومة، ناهي الدوران سرقته، ولا أقولك بشفيدة. وطي صوتك، هلأ بيسمعوكي. السلطان سليمان ناطرني هلأ. يلا يا بنات امشوا قدام. اذا جاي تسالي في الخاتم ما التقى، شكله تبخر وطار. السلطان رح يسالني عنه المساء، فشو قلو؟ قلو طار وتبخر؟ انتي احلى هديه بتجيني بحياتي سليمان. في عندي امنيه. طلبي وتمني طلبك مجاب.
الإسلام هو دينكم وأنا حابة أكون واحدة منكم. بدي طلع على الدنيا مثل ما بتطلع لحتى أشوف الأمور مثل ما أنت بتشوفها. بدي يجمعنا الدين مثل ما جمعنا الحب. يعني أنت حابة تصيري مسلمة؟ إيه بدي. وهالشي هاد طالع من قلبك؟ إيه قلبي عم يطلبه. بيصير هالشي؟ الإسلام ما بيسكر أبواب بنوب بوش اللي عم يطلبه يا هويام. هلأ لازم تنطي بشهادتين. يلا كرري وراي الكلام اللي بدي أقوله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هالشهادة تعني انك انت بتآمني انه ما في اله تاني غير الله سبحانه وتعالى، وبتعني انك بتعترفي بسيدنا محمد هو رسول الله وخاتم الانبياء.